أولاً هذه الزيارة هي الهدف منها الاطلاع على حقيقة الوضع التربوي بهذه الجهة التاريخية جهة القيروان، وهذا ما وقع بالفعل هذا اليوم هذا الصباح. زرنا العديد من المؤسسات التربوية وبالفعل هناك بعضها يفتقر إلى أبسط الضروريات ربما للعمل من حيث البنية التحتية، الإطار التربوي والبيداغوجي، وبعضها الآخر في حالة حسنة مثل مدرسة هنشير بيشي اللي بالفعل حاجة تعطي الأمل جديدة جاذبة. الباهي وأن كان اللقاء مثمر ومع المسؤولين الجهويين وعلى رأسهم السيد المعتمد الأول المكلف بإدارة شؤون القيروان والسادة الإطارات بجهة القيروان، كاتب عام الولاية، المعتمدون الناشطون في هذه الجهة، والإطارات التربوية بجهة القيروان على رأس السيد المندوب الجهوي للتربية. الخلاصة هي الاستعداد للعمل في هذه الجهة، الاستعداد لإنجاح المسار التربوي، وهذا مهم، ولكن أيضا تعهدنا لهم بمتابعة العمل والجهد لإصلاح المؤسسة التربوية، خاصة أن يرافقني وفد مهم من وزارة التربية من المديرين العامين الصيانة للتجهيزات للتعليم الثانوي للتعليم الابتدائي للشؤون يعني الموارد البشرية الخدمات المدرسية، أيضا للنظر في وضعية المبيتات والأكلة المدرسية إلى غير ذلك. والخلاصة ستطرح هذا المساء في مجلس جهوي للتربية بمقر ولاية القيروان، وستشفع طبعا بمخرجات والتزامات نعمل على تنفيذها إن شاء الله في آخر الأجال، خاصة وأن مصحوبين بالنواب نواب البرلمان على جهة القيروان اللي يعني يتابعهم في شأن هذا سواء على مستوى العاصمة أو على مستوى الجهة. وما تقوم به وزارة الداخلية مهم جدا، وفي إطار العلاقة اللي تربطنا بالوزارات كل شأن التربوي لا يعني فقط وزارة التربية، كل الوزارات لها دخل وتتدخل يعني تساعد وتقدم الإضافة اعتمادا على المقاربة المنظومية التي يعتمدها السيد رئيس الجمهورية وأيضا السيد رئيس الحكومة. كل الوزارات مثلا وزارة تكنولوجيا الاتصال سوف تربط مدارس ابتدائية بالألياف البصرية عالية التدفق، وزارة الاقتصاد والطاقة سوف تضع على أسطح كل المدارس إن شاء الله يعني بانو سولير، وزارة أملاك الدولة توفر لنا الأراضي لبناء مدارس جديدة، وزارة الداخلية وما تقدمه بالفعل كبير ومهم. إطارات العليا لوزارة الداخلية يقدمون مقاربات اجتماعية، مقاربات بسيكولوجية نفسية للإحاطة بالتلاميذ وحماية محيط المدرسة من العنف، وأيضا للتصدي لانتشار ظاهرة المخدرات، وهذا مهم نحب نحيي فيه بالفعل أمن الباسل وكوادر وزارة الداخلية وعلى رأس السيد وزير الداخلية، طبعا هو يدير هذه الوزارة باقتدار، ونحن ذاهبون إن شاء الله نحو مدرسة جديدة حديثة. هذا الشعار الذي ترفعه وزارة التربية هو فوق كل ربوة مدرسة حديثة، امتدادا للشعار الذي رفع في السنوات الأولى للاستقلال فوق كل ربوة مدرسة في تلك الفترة، نحن فوق كل ربوة مدرسة حديثة يعني مجهزة لها كل الإمكانيات وخاصة مرتبطة بالإنترنت ومرقمنا، ونحن إن شاء الله نعمل من أجل ذلك. السيد رئيس الجمهورية لا يتوقف عن المتابعة وطرح الأسئلة وحل الإشكاليات بشكل متواصل في أي مشكلة تقع في مدرسة في أي جهة من جهات الجمهورية التونسية، وإن شاء الله غد تونس أفضل من حاضرها، لأن هناك صدق وهناك إخلاص لهذا الوطن، وهناك رجل بالفعل على مستوى عالي من الوطنية والصدق يقودنا إن شاء الله نحو شاطئ السلام. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.